بصي بقى يا سيدي، الكيمستري السنة دي أسهل طبعا، يعني من في المواضيع اللي انت قلتي لي عليها ان هي كانت بتضايقك السنة اللي فاتت، لا هي السنة دي ما فيش بقى شغل الماث بالطريقة اللي كانت موجودة في السنة اللي فاتت. بالعكس احنا هنركز بقى أكتر نظريا الترم اللي احنا هنبدأه، الترم الأول ده كمان بالذات يعني أحسن كتير قوي من الترم التاني. بس من قبل ما نبدأ في السنة، هو احنا يا دوب لسه بناخد أول حاجة فيه. الترم ده انت لازم تركزي قوي قوي في كل معلومة في الكيمستري، لأن هيتبني عليها فهم كتير للترم اللي جاي وللسنة الجاية إن شاء الله في تالتة سنة. تمام كده؟ بس الجزء ده مش اللي هنتكلم فيه النهاردة، وانت بنفسك أصلا هتتفاجئي من إن ده لسه انت لسه بتاخديه وانت خلاص بقيتي في سكندري 2 يعني. طيب احنا دلوقتي اول ليسون عندنا بنتكلم فيه كان بعنوانه كده اسمه attempts of، اللي هو المحاولات بتاعه الساينتستس كلهم عشان يعرفوا الاتوم. بدايه بقى من اول عالم الاتوم بقى اللي انت درست الاستراكشر بتاعها من وانت في اعدادي، اللي هو يقول لك الاتوم فيها نيوكليوس، والنيوكليوس دي جواها بوزيتيف تشارج اللي هي البروتونز والنيوترونز، وحواليها من بره الالكترونز. لا احنا هنبدا بقى من الاول خالص، من اول محاوله فعلا اتعملت عشان يعرفوا ايه مين الاتوم دي، طب تركيبها عامل ازاي، طب هي جواها ايه، طب البروبرتيز بتاعتها ايه، طب هي ليها تشارج ولا لا. كل التفاصيل دي هتعرفيها. اهم حاجه في الليسون ده بالرغم من انه حرفيا تافه، اللخبطه كلها في ان انت تبقي فاهمه كل حاجه مين الساينتست اللي عملها. يعني الكويس حتى اللي انا هبعتهولك بعد السيشن، كل حاجه بقول لك مثلا حاجه وانت هتقولي لي مين الساينتست اللي قال كذا، مين اول واحد اتكلم، مين اول واحد قال فكره الاتوم، مين اول واحد اداني استراكشر ليها، وهكذا. فنبدا باول واحد والساينتست، وانت عارفاه اكيد اللي هو ديموكريتس، او اللي انت بتقول عليه في علم النفس اللي هو مش عارفه بتقولوا عليه، اللي هو ديموكريتس. ده جريك فلوسفر يعني فيلسوف يوناني، يعني اسمه ديموكريتس. ماله بقى ده؟ ده اول واحد عامه اتكلم في الاتوم. تعالي نشوف بيقول لك ايه. هو عامه هنا ماشيين بالترتيب، ولك هي imagined the possibility of dividing any piece of matter to smaller parts. يعني قال لك ان اي ماده في الدنيا انا اقدر اعمل لها dividing، يعني اقدر اقسمها واصغرها لحاجات اصغر منها. then dividing those parts، وهصغر المواد دي اصغر واكتر لحد ما نوصل بقى لايه، بقول لك into smaller parts so on until we reach to an undividable fragment. يعني ايه؟ يعني أي مادة أنا أمسكها في الدنيا ممكن أفضل أصغرها 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 لحد ما أوصل في النهاية لحاجة هي مش بتتقسم، مش بتصغر عن كده. undividable يعني غير قابلة للتصغير أو للقسم، مش هقبل بده. يعني عايز يقول لك إن أنا وصلت لأصغر حاجة ممكن أوصل لها من أي ماتر، وسمى الحاجة دي اللي هي الأتوم. يعني دلوقتي ديموكريتس ده هو اللي أول قال، اول واحد قال ان اي ماتر بتتكون من حاجات صغيره، اصغر حاجه ومش هقدر اعمل لها ديفايدنج خالص اسمها الاتوم. حتى هنا بيقول لك سماها اتوم ازاي، لان طبعا هو ده جريك فلوسفر يعني هو يوناني، فبيقول لك ان حرف الليتر ايه اللي في اتوم ده معناها نو، طب والتوم دي معناها ديفايد. يعني هو كلمه اتوم دي اصلا معناها نو ديفايد، يعني حاجه غير قابله انها تتصغر او تتقسم. صعبه دي؟ خلصنا أول واحد، لا فهمت. بس تعالي نشوف اللي بعده. نمبر 2 بقى، ودي تافهة وخليكي بقى عارفاها كده ومميزاها في دماغك، إن ده كلام غير منطقي. يعني الأخ اللي أنت هتسمعيه ده خليكي مميزة كده في دماغك إن ده واحد إيه دماغه لاسعة. قال إيه بقى ده؟ الساينتست ده اسمه أرسطاطل، أو اللي هو بتقول عليه تقريبا أرسطو، صح؟ ايوه ارسطو. أرسطو أهو ده بقى، مش عارفة إيه اللي جابه هنا بس ما عليه. ماله بقى أرسطو ده بقى؟ قال لك إيه؟ بيقول لك إن هي ريجكتد ذا كونسبت أوف أتوم، يعني هو ريجكتد دي معناها إنه رفض، رفض إن في حاجة اسمها أتوم أصلاً. أمال قال لك إيه بقى؟ قال لك هي بيليفد ذات أول ماتر، قال لك إن أي مادة في الدنيا وات إيفر ذا نيتشر، مهما كانت الطبيعة بتاعتها، يعني الماتر دي كانت سوليد ليكويد جاز مش هتفرق، أي ماتر موجودة في الدنيا هي بتتكون من 4 حاجات. يقول لك اهو ار كومبوزد اوف 4 كومبوننت، اي ماده في الدنيا بتتكون من نفس ال4 حاجات. مين ايه الـ4 حاجات دول؟ ووتر، اير، داست، وفاير.
يعني انا دلوقتي عايزه اقول لك ان هو لو اديتك حته ايرون، حته حديد، هو بقى مقتنع ان البيس اوف ايرون دي هي consists of water air dust and fire. اي ماده بقى في الدنيا هو ده كان معتقده. طب يعني هو يعني هو اي ماده في الدنيا اساسا متكونه من الاربع حاجات دول. اه طب ومن هنا بقى اتشغل بحاجه تانية. ايه بقى؟ بقولك it was believed that cheap metals، المعادن الرخيصة زي مثلا الايرون او الكوبر، can be changed into precious ones. يعني انا ممكن اجيب ميتال رخيص واحوله لواحد لميتال تاني يكون لا ثمين غالي زي الجولد مثلا. يعني هو فضل معتقد كده ان انا ممكن اجيب ايرون احوله لجولد مثلا. ايه ده، ازاي احول الحديد لذهب؟ ما هو كده كده مفترض ان اي ماتر سواء كانت الايرون او الجولد دي هم اوريدي بيتكونوا من الفور سبستانسز دول اللي هي الفاير والاير والووتر والداست. طب ازاي بقى من ده هوصل لده؟ ان هو يعني يغير في الريشيوز بتاعت كل واحده من الاربعه دول. يعني انا مثلا لو زودت الووتر وقللت الاير وغيرت في الريشو بتاعت الدست، انا ممكن كده اتغير ما بقاش ايرون وابقى جولد مثلا. فاهمه قصدي؟ ان احنا نقعد نغير في الريشوز بتاعتها، غريب. فانا كده هوصل لماده اغلى واجدد والكلام ده. فعشان كده بيقول لك هو believed that cheap metals as iron or copper can be changed into precious ones، يعني معادن اغلى ثمنا، as gold by changing the ratios of these four constituents. طيب الفكرة دي معقولة؟ ده بص حتى بقول لك الكتاب ايه، this illogical idea، الفكرة الغير منطقية دي نفسها causes a retard. retard دي يعني ايه؟ يعني سبب تأخر، أخر العلماء كتير في ان هم يدرسوا فعلا موضوع الاتوم والاستراكشر بتاعها. cause a retard of development in chemistry، أخر التطور اللي بيحصل في الكيمستري ساينس for more than 1000 years. متخيلة؟ فضلوا أكتر من 1000 سنة متأخرين بسبب بس المعتقد اللي هو حاطه ده. هو بيقول لك ليه طيب؟ because the scientists were busy for changing cheap metals into precious ones. فضلوا بقى قاعدين بيحاولوا كتير قوي عايزين يحولوا ال cheap metals لحاجات أغلى. فطبعا ده كانت فكرة، عشان كده بقول لك خليه مميزة كده يا في حرام. دماغك إن ده إيه؟ أو فكرة مجنونة. طيب تعالي بقى ندخل في الجد ونبدأ نتكلم بقى في الحاجات المعقولة. الساينتست نمبر 3 اسمه بويل. الساينتست اللي اسمه بويل بيقول لك ده ايريش ساينتست ريفيوزد ارستوتلز ايديا. خلاص هو بقى نفى، هو ده بقى اللي بدأ من بعد ارستوتل. لا هو ده اللي قاله ده غير منطقي ومش هنمشي على الكلام ده خالص. هو refused it about the nature of substance. أمال عمل إيه بقى؟ بيقول لك and gave the first definition of the element. يبقى الساينتست اللي اسمه بويل هو أول واحد اداكي كلمة element. element يعني إيه؟ أنا هقول لك أنت يعني إيه element كده قبل ما نقول لك بس عنصر ال definition. أه لا مش قصدي كده، ترجمة. كلمة element دي إن أنا بقول لك مثلا iron, nitrogen, hydrogen، اي حاجه من الحاجات دي، كوبر، زنك، اي حاجه من اللي انا قلتها لك دول هم اوريدي element. طيب هو بقى دلوقتي يعني هو مش ركز على الاتوم، عشان انا لو سالتك مين اول واحد طلع الكونسبت بتاع الاتوم، فاكره مين اول واحد قال اتوم؟ كان ديموقراطس. مركزه يا جماعه سامعاني؟ اه المايك عندك. اوكي السلام عليكم، ازيك يا ريان؟ شغالينها ايه؟ ايوه شغالين وفي واحدة وشغالينها هي الولية بتشرح، حط البتاعة وادخل اسمع الشرح، انت مالك بالحوالي. يلا. فكنا بنقول ان اول واحد زي ما قلنا ادى الكونسبت بتاع الاتوم ده كان ديموقراطس، انما الفيرست ديفينيشن للاليمنت ده الساينتست بويل. طب هو قال ايه بقى؟ مين هو الاليمنت ده؟ زي ما انا قلت لك كده، اليمنت ده زي ما بقول لك نيتروجين، هيدروجين، كربون، اي حاجه من الحاجات دي. انا بقول لك it is a pure simple substance. يعني ايه pure simple substance؟ يعني انا بقول لك ان كلمه اليمنت دي هي ابسط حاجه من اي ماده انا ممكن اوصل لها. مش قصدي ان انا لو صغرت السبستانس نفسها انا هوصل للاليمنت، لا مش قصدي كده.
عشان انا هنا مش بدخل في ديفينيشن الاتوم، امال انا هنا بتكلم في ان انا مثلا لو معايا، مثلا لو جبت لك ايرون، هل هتعرفي تطلعي من الايرون ده مادة تانية؟ عشرة. خليكي معايا جنان. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. ركز بقى عشان انت فاتك شوية. هقول لك احنا بنعمل ايه دلوقتي. احنا بنتكلم في بورت كده صغير من اول الليسون موجود عندك. الليسون ده بيتكلم في الاتمبتس تو، يعني تو المحاولات اللي اتعملت عشان يعرفوا الاتوم والاستراكشر بتاعها. فابتدينا، خدنا تو ساينتستس تمام. بدأوا يعملوا ايه. احنا دلوقتي في نمبر 3، فخليك مركز بس كل ساينتست عمل ايه. طيب بس ده بيفرجها. اوكي، فكنا بنقول على كلمة الاليمنت ان الاليمنت معناها ان انا لو اديتك حتة كوبر مش هتطلعي لي من الكوبر ده ايرون، لو اديتك ايرون مش هتطلع لي منه هيدروجين وكربون. لا، هو ده ابسط حاجه انا وصلت لها من السبستانس دي، حاجه بيور كده معايا. فعشان كده اول كلمه قالها في ديفينيشن الاليمنت ان it is a pure simple substance that can't be changed to simpler forms. خلاص انا مش هقدر اوصل لصور ابسط منها كده بالتراديشنال كيميكال ميثودز. يبقى مخلينا مركزين، الفيرست ساينتست اللي ادانا ديفينيشن عن الاليمنت اسمه فويل. نخش بقى في الساينتست نمبر 4، وده مهم قوي. الساينتست ده اسمه دالتون. ماله دالتون ده بقى؟ بيقول لك ان الانجليش ساينتست جوهان دالتون ستيت ذا فيرست ثيوري اباوت ذا اتوميك ستراكشر. يعني الساينتست ده هو اول واحد ادانا فعلا شكل او حط ثيوري النظريه للاستراكشر بتاع الاتوم، التركيب الاتوم دي عامله ازاي. ركز بقى هو قال ايه، عشان اللي هيتقال ده في ساينتست هيجي هيغلطه في اللي هو قاله ده، فانت لازم تبقى عارف هو قال ايه عشان تبقى عارف مين اللي غلطه وغلطه في ايه بالظبط. طيب ماله بقى دالتون اللي ادانا اول ثيوري عن الاتوميك ستراكشر؟ تعال نشوف المين postulates لدالتون. نمبر 1، بيقول لك the element is composed of very many particles which named atoms. يعني قال لك ان الاليمنت، اي اليمنت، هو already متكون من particles صغيره قوي اسمها الاتوم. طب الكلام ده صح؟ تعال نخش في الطرد ايه تاني. بيقول لك ان الاتوم is a very minute undividable undividable solid particle. خدي بالك هو كده شبه حاجة، هو كده شبه اللي قاله الساينتست أرسطوطل. أرسطوطل برضو قال إن الأتوم هي undividable، يعني هي حاجة غير قابلة للقسمة، مش هتتقسم، مش هتصغر عن كده، دي أصغر حاجة موجودة في الماتر. فهو قال نفس الكلام، بس خد بالك هو أكد إنها solid. الأتوم very minute undividable solid particle. طيب نمبر 3، بيقول لك كمان افترض ان الاتوم اوف ذا سيم اليمنت، لو انا معايا اليمنت وليكن مثلا الاليمنت ده كربون، الاتومز كلها اللي موجوده في الكربون كلها سيميلر، ار سيميلر كلهم. طالما انا بتكلم في الاتومز موجوده في السيم اليمنت، كلهم في نفس الاليمنت، يبقى الاتومز دي كلهم ار سيميلر. But they are different from atoms of any other element. بس أنا لو جيت أقارن بالأتومز بالكربون أتومز، هل هي هتكون زي بتاعة الأيرون أتومز؟ أكيد لأ. يعني الأتومز بتاعة السيم إليمنت هما سيميلار، بس لو قارنت أتومز بإليمنت مختلفة أكيد لأ هلاقي فيهم اختلافات. طيب نمبر 4، the compounds، لو أنا بتكلم بقى على المركبات، are formed by combination of atoms. يعني المركبات عامة أيا كان بقى نوعها مش قصتنا، هي already بتتكون عن طريق ال combination أو الاتحاد أو الارتباط اللي بيحصل بين ال atoms of different elements in simple numerical ratios. الموضوع ده حاجة كده في الماث، إن لما في سوري في الكيمستري، إن لما بيجي يحصل combination بين atoms في ال compound ما بيحصلش عشوائي كده،
بيحصل عن طريق حاجة اسمها اللو اوف كونستنت ريشيوز، يعني اللي بيبقى فيه نسب ثابتة او ارقام معينة بيحصل فيها الكامباينيشن دي. زي مثلا لما باجي اعمل الكومباوند اللي هو الصوديوم اوكسايد، هل ينفع اقول ان اي او؟ لا، هو لازم ده ان اي 2 او، ففي ريشيوز معينة بس مش تفاصيلنا بقى علينا دلوقتي. يبقى خليك مميز قوي ان دالتون قال ايه ده الفيرست، حط الفيرست ثيري عن الاتوميك ستراكشر، مهم قوي تركز في دي. نمبر 2 ان هو قال ان الاتوم هي سوليد بارتيكل وان هي انديفايدبل، وابتدى يتكلم على الكومباينيشن بتاعها. طيب نمبر 5، الساينتست اسمه تومسون. ماله تومسون ده بقى؟ الموضوع يبدأ يطول شوية. تومسون از موديل اوف ذا اتوم. تعالي نشوف ساينتست تومسون ده قال ايه. بيقول لك الساينتست تومسون كاريد اوت ماني اكسبيرمنت اون ذا الكتريك ديسشارج ثرو جازز. يعني ايه؟ الموضوع ده هيفصل بس منه دلوقتي شوية. هو عمل تجربة معينة هنطلع منها بكم معلومة مش أكتر. خلينا ماشيين على اللي بيتقال، سيبك شوية من كلامنا على الأتوم. طيب الساينتست اللي اسمه تومسون ده بيقول لك إن هو عمل اكسبيرمنتس كتيرة قوي، تجارب كتيرة على الإلكتريك ديسشارج، يعني التفريغ الكهربي ثرو جازز، عن طريق الغازات. بمعنى إيه؟ هتفهمها دلوقتي من الفيجر اللي قدامك ده. From which he had discovered the cathode rays. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني الساينتست اللي اسمه تومسون ده كان بيشتغل على تجارب، التجارب دي اسمها الالكتريك ديسشارج، يعني تفريغ كهربي. بمعنى ان هو بيجيب تيوب كده زي اللي قدامك دي، وبيبدأ يعمل لها ديسشارج، يعني يفرغها ويفضيها خالص من الهواء اللي موجود فيها، باستخدام شوية من الجازز كده وطريقة معينة. وهو شغال بطريقة الإلكتريك ديسشارج دي في تجربة ما، اكتشف حاجة اسمها الكاثود ريز. تعالي بقى نشوف هو ازاي اكتشف الكاثود ريز ونفهم هو عايز يوصل لنا ايه في النهاية. فدلوقتي بيقول لك it was known that gases don't conduct electricity. ايوه احنا المفروض عارفين ان فعلا ان الجازز ما بتوصلش كهرباء. ده في الـ under normal conditions من الـ pressure والـ temperature. طب هو أنا ينفع أخلي الجازز تعمل conductivity للـ electricity؟ أه ينفع، تعالوا نشوف إمتى. ولك however gases conduct electricity in a discharge tube. هي ممكن توصل كهرباء، أو ممكن توصل كهرباء بس بشروط. شوف إيه بقى هي الشروط دي اللي تخلي الجازز already تعمل conduct للـ electricity. في حالة إن أنت يكون عندك discharge tube، الأنبوبة مفرغة من الهواء تماما. ومش بس كده، تقول لك التيوب دي whose two poles، اللي هو التو بولز اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف، are connected to an electric source، تكون متصلين بمصدر كهرباء. ماله بقى؟ شرطين، يكون في high potential difference. درست انت ال high potential difference دي لما كنت في ثالثة إعدادي؟ high potential difference يعني فرق الجهد اللي هو بيجي من الباتري يكون عالي، ال potential difference يكون عالي. وكمان يكون عندك low pressure. يعني أنا كده بقول لك هو قال إن الجازز هي هتقدر توصل كهرباء إمتى؟ لما يكون في discharge tube، أنبوبة مفرغة، يكون طبق عليها حاجتين high potential difference وكمان low pressure، وقتها الجازز دي اوريدي هتوصل كهرباء. طب تعالي نشوف بقى كان ايه الشروط اللي طبقها، يعني الهاي بوتنشال ديفرنس ده كان كام. وبيقول لك هنا اللي عمله if the potential difference between the two poles of the vacuum glass، هو طبعا بيقول عليها vacuum عشان هي خلاص فاضية، exceeds 10,000 volts. البوتنشال ديفرنس اللي طبقه 10,000 فولت. ساعتها ايه اللي حصل بقى؟ بيقول لك ايه لما عملت كل الكلام ده؟ بيقول لك a stream of invisible rays، في عاصفة من أشعة غير مرئية، هو مش شايفها بس هقول لك عرفها ازاي بعدين. A stream of invisible rays was emitted from the cathode. مين الكاثود ده؟ الكاثود ده اللي هو النيجاتيف بول. احنا اتفقنا ان التيوب دي already هي connected ب electric source. طيب هي ليها positive pole
بوزيتيف بول بنقول عليه انود، ونيجاتيف بول اللي هو الكاثود. فهو لما عمل الاكسبيرمنت بتاعته دي لاحظ ان في ستريم من انفيزبل ريز، اشعه هو مش شايفها، بس خارجه منين؟ خارجه من الكاثود ده، من اللي هو النيجاتيف بول. طب سببت ايه عشان يعني عملت ايه عشان يعرف ان في حاجه خارجه من الكاثود؟ بيقول لك causing a fluorescent glow on hitting the tube wall، يعني كان بيحصل ان بيلاحظ ان في فلورسنت جلو، يعني زي وميض كده، في حاجه بتخبط خارجه من الكاثود، لما بتخبط في التيوب عماله تعمل وميض، عماله تنور كده. فهو عشان كده قال لك انا مش شايفها، بس انا عرفت ان هي خارجه نتيجه ان هي لما بتصطدم بيحصل الفلورسنت جلو ده. الريز اللي هو مش شايفها دي بما انها خارجه من الكاثود فسماها كاثود ريز. يعني هو كان بيعمل اكسبيرمنت على الالكتريك ديسشارج ومنها اكتشف الكاثود ريز. مين بقى هي الكاثود ريز دي؟ هيلملك بقى اللي احنا قلناه ده، بيقول لك ان دي ستريم، عاصفه من الانفيزيبل ريز، من اشعه غير مرئيه، emitted from cathode، ان هي خارجه من الكاثود، causing a fluorescent glow، بتسبب الوميض اللي قلت لك عليه، on hitting the discharge tube، لما بيحصل hitting بتصطدم بالdischarge tube، الأنبوبة اللي هو فرغها already من البداية دي، under تحت ايه بقى، فرغها من ايه، الشرطين اللي قلنا عليهم، ان يعني يكون في very low pressure و high potential difference اللي قال تقريبا ان هو 10,000 volts. ده اللي قاله تومسون. تعالي نشوف يكمل تومسون وبيقول لنا البروبرتيز بتاعت الكاثود ريز. قال ايه بقى؟ نمبر 1 they consist of very fine، very fine يعني هي حاجه صغيره قوي، يعني في لما بنقول حاجه نجليجابل دقيقه قوي، حاجه صغيره جدا. they consist of very fine negatively charged particles، يعني هو قال ان الكاثود ريز دي بتتكون من حاجه صغيره قوي، والحاجه دي هي نيجاتيف تشارج. عرف منين انها نيجاتيف تشارج؟ عشان هي خارجه من الكاثود اللي هي نيجاتيف بول، والحاجه دي اللي هي الالكترونز يعني. طيب كمان قال ان هي موف ان ستريت لاين، يعني هي لما بتبقى خارجه كده بتبقى ماشيه في خط مستقيم كده. وكمان نمبر 3 قال ان هي they have a thermal effect، ليها تأثير حراري. دي سهلة طبعا يعرفها، نتيجة إن التيوب دي هيحصل لها increase في temperature، درجة حرارتها زادت. كمان قال إن they are affected both electric and magnetic field، ودي مهمة. يعني إيه فكرة إن في حاجة تحصل لها affecting بالإلكتريك والماجنتيك فيلد؟ اي حاجه في الدنيا لو اتاثرت بالالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد، ده معناها وبالذات الالكتريك فيلد معناها ان هي ليها تشارج، يعني الكاثود دي ليها تشارج، عشان كده بتتاثر بالالكتريك فيلد وكمان الماجنتيك فيلد. طيب كمان بيقول لك في نمبر 5 ان they don't differ either in behavior or nature if the material of cathode or the used gas is changed. بمعنى ايه؟ بمعنى هو لو غير الجاز اللي موجود جوه التيوب، او حتى غير الماتيريال اللي معمول منها الكاثود بول ده، ده مش هيغير من البيهيفير ولا الناتشر، مش هيغير لا من سلوك ولا من طبيعة الكاثود ريز اللي خارجة دي. يعني هي عايزة اوصل لك ان هي ريز كده كده هتطلع، whatever بقى المادة اللي انا مستخدمها دي كانت ايه، يعني دي حاجة اساسية وموجودة في كل الماترز. مجمعين كده يا شباب معايا؟ لا إله إلا الله، وحدوا الله يا جماعة، ردوا عادي يا شباب، سامعني؟ اوكي تمام. طيب فده معناه الجملة دي عشان تبقوا فاهمين بس في الأسئلة اللي هتقابلكم، ده معناه إن هو طالما قال مهما غير الجاز أو مهما غير الكاثود، دي حاجة اوريدي لا طبيعتها ولا البيهيفير بتاعها هيتغير، يعني دي حاجة اوريدي موجودة في أي مكان. بقول لك كمان this is a strong evidence that is the fundamental constituent of any matter، يعني ده بيقول لك إن دي، ده إثبات قوي جدا ان دي fundamental constituent، يعني دي مكون اساسي موجود في اي ماتر في الدنيا، اللي هي يعني الالكترونز اللي اتكلم عليها،
يعني كده كده عايز يقول لك ان الالكترونز اللي هي النيجاتيف تشارج اللي هي خارجه من الكاثود دي حاجه موجوده في اي متر مهما كانت هي ايه. كمان بيقول لك ان ده هنا بيقول لك كمان in the light of the electrical discharge experiment، في ضوء بقى التجربة اللي هو عملها دي، تومسون suggested a new atomic model for the atom. هو اقترح يعني موديل كده للاتوميك استراكشر، يعني ده كده زي مقترح شكل الاتوم دي ممكن تكون عاملة ازاي. فهو هيبدأ هيقول بناء على اللي اكتشفه، هو كل اللي وصل له ايه؟ ان في حاجة اسمها الكترونز ودي نيجاتيف تشارج. تعال نشوف بقى قال لك ايه. بقول لك he considered the atom as a solid sphere. هو قال ان الاتوم دي solid sphere، يعني هي كرة وسوليد. خد بالك ان في حد قبل كده قال ان الاتوم دي هي كمان سوليد. تعالى نرجع كده ونشوفها. مين؟ دالتون. دالتون قال ان الاتوم هي very minute and ideal solid particle. ده برضو اللي اكد كمان مين؟ تومسون. هو بيقول لك ان الاتوم solid sphere of a uniform positive electric charge، يعني هي نفسها اللي فيها هي positive charge in which a number of negatively charged electrons is embedded to make the atom electrically neutral. يعني ايه الكلام ده؟ عارف انت احساس ايه؟ اكني جايبه لك سفنجه. تخيل انت معايا مديك سفنج، والسفنج ده انا هديك دبابيس وتغرس كده الدبابيس في السفنجه. فهو نفس الفكره، بيقول لك ان الاتوم دي نفسها، تخيل الاتوم دي السفنجه، هي بوزيتيف تشارج ومغروس فيها الالكترونز، بدل الدبابيس بقى مغروس فيها الالكترونز اللي هي نيجاتيف تشارج. فتوتال بقى هي حاجة بوستيف ومغروس فيها حاجة نيجاتيف اللي هي الإلكترون، فتوتالي الأتوم إلكتريكلي نيوترال. نيوترال لأن خلاص البوستيف والنيجاتيف بيلغوا بعض. ده اللي قاله تومسون. في أي مشكلة يا شباب؟ أوكي. تعالوا نكمل. تعالوا بقى نتكلم في اخر اكسبيرمنت هنتكلم فيها النهارده، ودي مهمه وسهله قوي. طيب الاكسبيرمنت اللي ده شرحها اللي قدامكم دي قام بيها ساينتست مهم جدا جدا اللي اسمه راذرفورد. راذرفورد ده هو عمل اكسبيرمنت فعليه بقى عشان يبدا يديك الاستراكشر بتاع الاتوم بشكل دقيق اكتر من اللي فاتوا دول كلهم. اللي فاتوا قالوا بناء على نظريات، انما ده بقى قالها بناء على اكسبيرمنت، تجربه عملها. تعالوا نشوف بقى راذرفورد ده عمل ايه بالظبط. هو هنا بيقول لك ان راذرفورد ده عمل اكسبيرمنت، ايه هي الادوات اللي استخدمها عشان كل اداه ليها حاجه معينه. بيقول لك استخدم اديب ليد بوكس، يعني استخدم صندوق كده مصنوع من الليد اللي هو ماده الرصاص، يعني containing a source of alpha particles. اهو ركز على الرسمة، كل حاجة هو عندك ليد بوكس اهو، صندوق من الرصاص containing a source of alpha particles. وافكرك بحاجة من السنة اللي فاتت، ان الالفا بارتيكلز دي كانت ليها تشارج. لو حد فاكر، حد فاكر ايه هي كانت التشارج بتاعت الالفا بارتيكلز؟ كانت بوستيف، دي ريز بوستيف تشارج. طيب تعالي نشوف بقى هيستخدم الالفا بارتيكل دي او الالفا ريز في ايه. بيقول لك كمان ان هو استخدم ميتال شيت كفرد فروم انسايد، يعني شيت كده معدني بس غطاه بماده معينه، ايه هي بقى؟ بيقول لك كفرد فروم انسايد وذ لاير اوف زنك سلفايد. الزنك سلفايد زد ام اس دي ماده استخدمها وعمل كوفرنج كده للميتال شيد من جوه. طب ده ليش معنى المادة دي؟ الفكرة هنا بيقول لك اهو is used to detect the alpha particles. طب ليه يعني؟ لان الالفا بارتيكلز دي هي حاجة مش متشافة يا شباب، فهو عشان يعرف الالفا بارتيكلز لما تيجي تخبط في الميتال شيت يعرف منين انها خبطت هنا ولا جت هنا ازاي. الفكرة ان المادة دي اللي هي الزنك سلفايد لما بتخبط فيها الالفا بارتيكل بتعمل جلو، يعني بتدي وميض كده او ضوء.
فمنها يعرف ان الالف بارتكل موجوده هنا، لان هو في العادي هي حاجه ما بتتشافش، يبقى عشان كده عمل كفرنج بالماده دي اللي هي الزنك سلفايد. ليه؟ because it blows at the site of collision with alpha particle، ان هي بتتوهج في المكان اللي بيحصل فيه تصادم مع الالفا بارتكل، الالفا بارتكل. كمان استخدم very thin cold foil. فين الكولد فويل ده؟ اهو اهو، ادي كده السورس بتاع الالفا ريز، وادي الميتال شيت اللي هو عامل له كفرنج من جوه بالزنك سلفايد، واستخدم الجزء اللي هو ده thin جولد فويل، يعني حاجة كده من الذهب، فويل خفيف قوي كده من الذهب. وهيبدأ ان هو يعمل اميتنج للالفا ريز، ويخليها يحصل لها هيتنج بالكولد فويل، ويبدأ يشوف لما تخبط في الكولد فويل هي هيحصل ايه. طبعا الكلام ده اتفقنا هنعرفه منين؟ هيعرفه من الجلوينج اللي هيظهر على الميتال شيت، لان بسبب الزنك سلفايد. طيب هيحصل معاه ثلاث حاجات هيظهروا، ايه هم بقى الثلاث حاجات دول؟ وكل واحده منهم هتترجم بحاجه معينه في الاتوميك ستراكشر. هنا بيقول لك the most of alpha particles، ركز الموست يعني المعظم، معظم الالفا بارتكلز penetrated. penetrated دي يعني ايه؟ اخترقت، يعني عدت زي ما هي ما حصلهاش حاجه. penetrated the gold foil and hit the same places. فمش بس عدت، ده كمان اتخبطت في نفس المكان بتاعها، يعني عدت كده زي ما هي، ما حصلش لطريقها اي حاجه، عدت ما فيش حاجه اعترضت طريقها. in which they appeared before placing the gold foil. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو جرب مره يخلي الالفا ريز دي تخبط في الميتال شيت، ومرة تانية ولكن لما حط الجولد فويل. جرب في المرتين لقى ان معظم الالفا بارتكل هي ظهرت في نفس الاماكن، يعني ما فرقش انا كنت حاطه الجولد فويل ولا ما كنتش حاطاه. طب ده ترجمه بمعنى ايه؟ ترجمه بمعنى ان الجولد فويل متكون من حاجة معظمها فاضي، فاضي اه فاضي، عشان كده هي عدت بسهولة. ما هو لو ما كانتش معظمها فاضي، ما كان ساعتها ما كان هتغير في حاجة اعترضت طريقها بعد ما حط الجولد فويل، بس ده ما حصلش. هو قال معظم، يعني هو بيتكلم ان في حاجة متكونة منها الاتومز بتاعت الجولد فويل، والحاجة دي معظمها فاضي. هنا بيقول لك اهو most of the atomic volume، معظم الحجم الذري بتاع الاتوم دي is empty، معظمها فاضي. is empty space and the atom is not uniformly dense as proposed by Dalton and Thomson. يعني هو هنا غلط اللي قاله دالتون وتومسون. بس يا شباب اللينك هيقفل لما يدخلوا ان شاء الله، ادخلوا مرة تانية على نفس اللينك اللي اتبعته لكم، وخلاص دي اخر حاجة يعني هنقولها. يعني هنا رذرفورد غلط الاتنين في ايه؟ غلطهم في ان الاتنين لما هفكرك كانوا قايلين ايه؟ كانوا قايلين زي ما قلت لك السفنجة ومغروس فيها ايه؟ يعني كانوا قايلين انها حاجة سوليد ودنس، يعني كثيفة، حاجة كده سوليد ومغروس فيها بس الالكترونز. هنا بيقول لك لا، هي مش دنس، هي مش كثيفة، ده بالعكس ده معظمها فاضي. فمن هنا رذرفورد، عشان كده غلط اللي قاله دالتون واللي قاله تومسون. هنكمل بقى بعد ما نرجع اللينك ايه باقي الحاجات اللي شافها من الالفا بارتيكلز.